تم انتخاب حضرتك رئيسا للجمهوريه، لقيت الامريكان بيكلموا حضرتك، الاوروبيين بيكلموا حضرتك وغيرهم بيتكلم حضرتك، يا فلان سياده الرئيس عايزين نحل الموضوع، وحل الموضوع المخطط اللي موجود اللي بقاله 40 50 سنه. خد المجموعه دي من الشعب الفلسطيني، عندك ارض فاضيه في سيناء، خدهم وهنشيل عنك واحد واثنين وثلاثه واربعه. كنت حضرتك هتتعامل ازاي مع ده؟ ده يعني مرفوض كليا، وانا يعني برضو طرح الامور دائما كما لو كان علينا ضغوط لا قبل لنا بها غير صحيح. نعم. انا هقول ببساطه ان كان في نظريه استراتيجيه حكمت السياسه الخارجيه المصريه في فتره من الفترات، بدءا من ان 99% من اوراق اللعبه في ايد امريكا. نعم. كلنا فاكرين مين اللي قال الكلام ده. نعم. كلنا فاكرين ان ده كان موجه للسياسه الخارجيه المصريه. انا ضد هذا الكلام بالمطلق. نعم. وحتى اذا كان لهذا الكلام نصيب من الصحه في فتره تاريخيه سابقه لم يعد الامر كذلك الان. نعم. احنا للاسف النظام الحاكم بيتصرف لغايه دلوقتي كما لو كانت امريكا اقوى مما عليه فعلا. انا رايي الشخصي ان للاوروبيين مصالح مختلفه عن الامريكان، حتى لو بدا انهم يسيرون في ركاب الامريكان. امريكا اللاتينيه ليست مع امريكا، افريقيا ليست مع امريكا، اسيا ليست مع امريكا، روسيا ليست مع امريكا، الصين ليست مع امريكا. اذا احنا في ايدينا كروت كتير جدا ما بنلعبش بيها، كروت كتير جدا ما بنستخدمهاش. احنا انا ما بقابل إيه استخدمه أما إيه اللي استخدمه هنا سياسيا ودبلوماسيا. لابد من ان احنا اولا نبني تكتلات جنوب. احنا كنا زمان كان في حاجه اسمها حركه عدم الانحياز. نعم. كان في حاجه اسمها، كان في تكتلات جنوبيه، تكتلات للجنوب الفقير. والتكتلات دي كانت بتلعب دور في السياسه الدوليه، دور ضاغط. نعم. احنا دلوقتي مفروض نبني تكتل من هذا النوع، عالم ثالثي. نعم. عام، نبني تكتل افريقي. انت موجود دلوقتي في البريكس خلاص، ده خطوة في هذا الاتجاه. ده خطوة في هذا الاتجاه. يلزمنا، بس هو مش خطوة جنوبية، شرطة جنوبية. نعم. دي خلطة دي. نعم. يعني دي خطوة متقدمة معاك الهند ومعاك الصين ومعاك روسيا. معانا خلطة يعني. نعم. لكن انا بتكلم عن بناء جنوبي. نعم. خلاص، واحد اتنين. هذا البناء الجنوبي ممكن يبقى له مطالب. نعم. احنا مثلا فين تعويضات الفتره الاستعماريه؟ فين تعويضات ال 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 يعني عندنا اجنده وعندنا مطالب عامه تتعلق بالديون. يعني احنا لما نناقش مشكله الديون باعتبارنا مصر، غير لما نناقش الديون باعتبارنا افريقيا او العالم الثالث عليه يعيد جدوله الديون مع العالم الاول مثلا. نعم. تعمل كتله. نمره اثنين، ان لابد، وانا لما بكلم السفراء الاوروبيين بيبدوا تفاهم عالي جدا لهذا الكلام. بيقولوا ايه؟ بكلمهم في ايه الاول؟ بكلمهم في انه ليه انتوا الديون ولا التعويضات؟ بتكلم عن غزه مثلا. غزه. ليه انتوا بتصفوا مع الامريكان رغم ان انتوا لا تدفعوا الثمن زينا زيكم؟ نعم. بينتبهوا، لان هو 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 الجار الاقرب لنا. نعم. هو ان لو اندلعت احداث عنف وردود افعال عنيفه على ما تقوم به اسرائيل في غزه، مين هيدفع الثمن؟ اوروبا تدفع الثمن. نعم. هي اللي فيها جاليات عربيه. نعم. هي اللي فيها جاليات اسلاميه كتير. نعم. وهي اللي شديده التاثر بما يحدث في غزه النهارده. نعم. هم بيفهموا ده. واحنا ما بنبذلش المجهود الكافي للضغط على اوروبا، ومن ناحيه تانية ما بنبذلش حتى مجهود ما يذكر في دعم حركه الشعوب الاوروبيه. عند حضرتك على حدودك 2 مليون فلسطيني، تعمل معاهم ايه؟ تعمل معاهم ازاي؟ عايزين يدخلوا 2 مليون، عايزين يحلوا. 2 مليون نتنياهو عمال يضرب ويعمل اباده عشان يجوا عندك غصب عنك، تعمل معاهم ازاي؟ هذا ما تريده اسرائيل. ايوه. لكن فلسطين وامريكا لكن فلسطينيين مش عايزين. مش عايزين. صحيح. ولا احنا. نعم. ولا المظاهره اللي خرجت 600 الف منها 200 الف يهودي. نعم. في امريكا. نعم. ضد ده. نعم. اذا في حاجه جديده بتتشكل في احنا فين منها؟ هو السؤال بقى. نعم. لازم نحاسب نفسنا. انا هعمل ايه؟ انا لو رئيس جمهوريه مصر، انا عندي كام مكتب بهيئه السلامات؟ عملوا ايه في المظاهرات اللي بتطلع في اوروبا وامريكا؟ نعم. انا عندي مليون مصري استاذ احمد. نعم. انا عندي مليون في مصري أمريكا. في امريكا. نعم. خلاص. في. نعم. كام ارميني في امريكا؟ اقل يمكن نص مليون تقريبا. تاني اقوى لوبي في امريكا مين؟ اللوبي الارميني. صحيح. الارمن. خلاص. اللي هم نص عددنا. نعم. عاملين لوبي مين؟ نعم. مساعدهم مين اللي عامل اللوبي الاسرائيلي قوي؟ اسرائيل بتساعد في عمل. نعم. لوبي اسرائيلي صهيوني. نعم. قوي. نعم. بيأثر حتى في السياسات الامريكيه. نعم. احنا فين من ده؟ انا لو رئيس جمهوريه. أيوة. ده يبقى على راس جدول اهتماماتي، ازاي نبني لوبي مصري في امريكا، ازاي نبني لوبي مصري في فرنسا، ازاي نبني لوبي مصري في المانيا. لو احنا بانيين، ما تقوليش ان احنا
الان هنعمل ايه؟ ما هو الان لو ما عملتش ده بعد سنه هتبقى في وضع اسوء، بعد سنتين هتبقى في وضع اسوء، لازم تبدا تعمل ده. احنا انا بتكلم في الحاجات دي بقالي 20 سنه و30 سنه، احنا انا من 30 سنه كتبت مقال حوالين اين اللوبي المصري في امريكا، النهارده بكتبه تاني واكتبه تالت لانه ما بيتعملش. واخد بالك؟ مليون مصري في امريكا كان ممكن النهارده وجودهم المنظم يبقى له وزن مختلف في السياسه الامريكيه في المنطقه. نعمل ايه عشان وقف اطلاق النار الدائم؟ في دلوقتي تهدئه ولكن اوصل وقف اطلاق النار. انا أيوة. تقديري أيوة. ان انا لو جيت رئيس جمهوريه هبذل مجهود اكبر بكتير جدا 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 في العلاقه ما بين، يعني مش هركز بس على امريكا، مش هركز بس على اسرائيل، لا ده انا لازم اركز على الصين، لازم اركز على روسيا، لازم اركز على امريكا الجنوبيه والمواقف الرائعه اللي بتاخدها وطريقه علاقاتها الدبلوماسيه مع اسرائيل بعض بلدان امريكا الجنوبيه. نعم. لازم اركز على دعم الافارقه، لازم اخلق، لازم ادعو من الحركات الشعبيه، التظاهرات الشعبيه، من حق اعمل ده ومسموح لي اعمل ده. نعم. مسموح لي اقدر انا رئيس جمهوريه ادعم التظاهرات حركات شعبيه؟ يعني بسال سؤال. بالمناسبه هذا حق. يعني ده مش ما فيهوش اي مشكله. نعم. يعني اسرائيل بتعمل ده في امريكا. نعم. والمصريين بيطلعوا تظاهرات في امريكا ما حدش. نعم. بيقول لهم لا. نعم. يعني نستطيع ان نلعب دور كبير في اعطاء زخم للحركه المناصره للشعب الفلسطيني في اوروبا وامريكا. اعمل ايه في معاهده؟ وده ياثر على السياسه. اعمل ايه في معاهده سلام؟ انا كمواطن يعني مصري لو جيت رئيس جمهوريه فانا ملتزم بكل ما وقعت عليه الدوله المصريه من اتفاقات ومعاهدات. نعم. ان تتغير هذه الاتفاقات او المعاهدات فهذا امر مرهون باراده الشعب المصري، مرهون بتغير موازين القوى، مرهون بالعلاقه بيني كرئيس جمهوريه وبين المؤسسات المختلفه لاتخاذ قرار مناسب في وقت مناسب. لكن انا من حيث المبدا أيوة. ملتزم بكل الاتفاقات اللي وقعتها الاداره المصريه بصرف النظر عن موقفي كان ايه وقت ما وقعت هذه المعاهدات. انا مسؤول. انا مسؤول احافظ عليها. نعم. ده رقم واحد.